السلام عليكم، شوكم عيني، يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. أنا آسفة والله دا أتأخر عليكم بالفيديوهات، بس بسبب المطر الجو حار والرطوبة عالية جدا، بس الأكثر شيء اللي مأثر هو المطر. سبحان الله هسه ردت أطلع وبدأ المطر، وهسه أيضا دا تمطر مطر خفيف. انتظرت المطر لما نخف، يلا طلعت حتى أشوف لكم شنو تأثير الرطوبة على النباتات. وما شاء الله تكاثر مستمر. صح عندي العصاريات تأثرت بالمطر، بس الحمد لله هي شوية شوية وترجع، لأن بصراحة ما أقدر أدخلهم داخل البيت. حاولت بأنه أسوي لهم هذا السقف اللي هو مسوينا إحنا، بس بسبب الهواء يطير النايلون، البلاستيك يطير، فظل الخشب، وهذا الخشب مر الوقت يظل ينزل مطر. عندي تأثرت العصاريات، بس إن شاء الله بس يخف المطر. إحنا يعني تقريبا خلصنا بشهر الثامن، اليوم احنا 28، على شهر 9 على ايلول يخف المطر ان شاء الله، واشوفكم شنو التأثيرات اللي صارت. بس ما شاء الله شوفوا بسبب المطر يعني انا قلت المطر والرطوبة، شوفوا الجوال ما شاء الله، شوفوا السجاد هذا. طبعا بعض الأخوة يقولون السجاد ما يصير يرش، شوف الرش من رب العالمين سبحان الله، شوف الجمال. طبعا على فكرة والله أخاف أمد إيدي على أي سند من شفت الحية قبل كم يوم، وأيضا الضفادع قمز بكل مكان، فأني أخاف من عندها. والسحالي هسه المطر دا ينزل، وأنا خاتلة شوية جوا السقيفة على مود أقدر أشوف لكم النباتات وتأثير الرطوبة والمطر عليها. شوفوا ما شاء الله، شوفوا شوف المكحل اللي هي بدون زراعة هيك صايرة بين الكونكريت، وما شاء الله أخذت لها مكان. شوفوا اللبلاب لوين قام يوصل، خليني أشوفكم. شوفوا اللبلاب بحيث قام يمسك بالأرض، هي يعني اللبلاب يعني شوف ما تجي النبتة، مسوية جذور لأن ما تحركت فترة. الياسمين قامت هي تلف، شوفوا هنا كانت ملتفة على السجاد، بصراحة أنا وخرتها شوية، ما أريد تمسك أكثر على السجاد وتميل الأغصان مالته. هذه هنا ماسكة على العنكبوت وبدأت تصعد، شوف سبحان الله شلون تلف، هي تلف نفسها، أنا ما أريدها تلف على السجاد، خليها تلف هنا، مو مشكلة بالنسبة لي، بس على السجاد لا، لأن السجاد أغصانه رقيقة ما تتحمل يعني بسرعة، بس إذا سحبتها من عندها راح تتأثر. بينما هنا على هاي على المكرمية خلي تمشي. شوفوا هنا، شوف الكرتون وجماله ما شاء الله، شوف الألوان، عبن رطوبة وشمس مباشرة كم ساعة. والسقي طبعا على فكرة الكرتون بس تنشف التربة مثل اللبلاب، رأسا تذبل الأوراق مالته وتنزل النبتة، بس أسقيها ما شاء الله ترجع من أول وجديد. هناك ما أقدر أشوف لكم اللي هي الشراع، يعني كانت عندي داخل البيت، بس هنا شلون أشوفكم يا جماعة، والله خافاني اللي أشوف لكم يا هذيك اللي جوا، شوف ما شاء الله شلون صارت حتى أوراقها كبرت. إن شاء الله بس يصير عندي مجال واقدر افرزهم واشوف لكم اياها. كانت داخل البيت بصراحه صح اضاءه طبيعيه واضاءه الها، بس شفتها ضعفت، حطيتها هنا تجي عليها شمس الصباح وايضا شمس مغربله واضاءه طبيعيه ما شاء الله هناك بالاسفل، وحتى الاوراق مالتها كبرت سبحان الله. هي والاجلونيما، خليني اوس شوي اكبر شويه الشاشه حتى تشوفوها، هذه الاجلونيما هناك بالزاويه طلعتها، هذه اللي يصير يعني اخضر ورصاصي او اخضر واخضر غامق واخضر خاكي او ما اعرف شو يسمون لون. ايضا هذه طلعتها بالشتاء، نهايه الشتاء وما شاء الله هسه والله ما اقدر، خليني اشوف لكم شلون المسافه، يعني ما اقدر ادخل بصراحه عليهم، شوفوا يعني هاي المسافه كليتها وهي هناك بالنهايه، فإلا واحد من الأولاد وياه لو أبو كرم نقدر نفرزهم، بس هو المشكلة الجو ما منطينا مجال، المطر اللي عالي كلش، يومية مطر، يعني أنا من الظهر ردت شوية تخف الشمس حتى أقدر أطلع، بينما جبنا بنتي من الجامعة بعدنا ما داخلين البيت ومطر، صار المطر قوي،
سبحان الله. ان شاء الله بس شوية تتعدل الامور، يخف المطر، وراح اشوف لكم اياها وحده وحده، نبته نبته اقدر اسوي لكم وتكاثر عليها واشوف لكم اياها. طبعا عندي هنا هاي السجاده دائما سبحان الله دائما تزهر، اني يعني اقطع الاوراق الازهار مالتها واذبهم حتى ما اريد هالشيخ النبته اللي قدام، وخاصه هذا النوع شويه يصير شوي هذا يصير نحس، مو مثل هذا، هذا قوي والماروني قوي سبحان الله. طبعا هاي الاغصان مالت الماروني كلها تريد تتقطع. شوفوا بما انه تحتها طالعه لاني اغصان جديده ممكن اقطعها، فراح هاي كانت الحمرة سبحان الله كان غصن واحد، من قطعت الغصن وزرعته بهذه السندانه بالضبط. شوفوا هذه هذه طلعت، هاي المجموعه كلها طلعت من بعدها لان انقص القمه انقصت فطلعت هاي المجموعه كلها. طبعا هي سندانه كبيره جدا، شوفوها هنا حطتها ومع مجموعة من السنادين فتجمعت. عندي مجموعة من السنادين وسبق وقلت لكم أنا إن شاء الله سوي لكم فيديو عليها، بس بسبب المطر ما سويت. هو شوفوا شنو السنادين بس زرعتهن، خليني أشوف ماكو شيء ماكو شيء جوا، زرعتهم بالعلب مالت الآيس كريم، أي علبة مال الآيس كريم تخلص أزرع بيها، وزرعت تقريبا 7 أو 8 يعني هسه هاي المجموعة هنا كم واحدة زرعتهم حطتهم هنا، خل احط على هذا الاتجاه. هاي المجموعة كم واحدة من عندهم بمات الايس كريم، شوفوها هنا 3 هناك خلف ال عندي اللي شنو تأثرت من المطر اكثر شيء الهيدرة سبحان الله، الهيدرة تأثرت يمكن باقي غصن او غصنين، وعندي مجموعة مجذرة داخل البيت ان شاء الله بس يصير عندي مجال وشوية اقدر من المطر اقدر ازرعهن، ازرعهن بهذه السندانة واحول مكانها. هنا المكحلة، وهنا تذكرون هذا النبات الخنشار، صار مثل السعف. شوف سبحان الله هنا اللي طلع بهذه السندانة وطلع بالسندانة الثانية مالت الاوركيد، الاوركيد داخل البيت كانت عند صاحبتي وجابت لي اياه، تعبت داخل البيت زرعتهم بهذه، شوف سويت لهم القلاني مالت المي وزرعتهم بها ما شاء الله. شوف رجعت هذه صديقتي جابت لي اياهم، هذه صديقتي طلعت طبعا، وهي الاوركيد من نباتات احنا هنا بالمناسبات يطلعوها، فهي ما تاخذ وقت يعني داخل البيت، ما تحب البروده، تحب درجات الحراره تصير من 23 خلينا نقول لحد 30 درجة مئوية تكون خارج البيت، ما تحب سقي كثير. التربة مالتها عبارة عن قشور الأشجار، هذه هي الأوركيد. هنا هي شوفوا من خلال التربة هنا طلعت هاي الخنشار. بالربيع من نفضة البركة المرقطة سبحان الله نافضة من البذور مالتها هنا، يعني بالرياح ماكو اجت، شوف صارت هنا بالسندانه، وهاي صار اكثر مره اقطع من عندها سبحان الله، وهي عنها طلعت. هنا بعض الاخوه يقولوا ليش تلف الاوراق مالتها؟ هسه مثلا هذه هي تحت السقيفه ما تنسقي بالمي الا اني اسقيها، فمن تجف التربه سبحان الله شوفوا تتلف تلف الاوراق، هسه بس اسقيها بس ارطب التربه مالتها راح ترجع طبيعيه. مثل هذه هسه اللي عندي شوفوها بوركه المرقطه اللي هنا إضاءة طبيعية، شمس مباشرة كم ساعة، والتربة رطبة شوفوا ما شاء الله عليها، اكو أكثر من نوع هنا وهنا، هاي زرعتهن وياهن ويا باقي النباتات. وبعد شنو؟ اللبلاب اكو من عنده أوراق طعنت بسبب من مرات تكون الشمس قوية، بس ما يخالف هم عادي مو مشكلة، توقع الورقة هاي المتأثرة من راح يتعدل الجو ترجع من أول وجديد. عندي العنكبوت ما شاء الله طالع بها اجراس كثير، هي يعني شوفوها بلابل او اجراس، ممكن انقلها ان شاء الله انقلها على غير مكان. شنو عندي هنا؟ عندي هنا شوفوا المكحل عين الغزال ما شاء الله، شوفوا حتى الاوراق صارت كبيره مالتها. اني الشيء اللي تاثر عندي هو العصاريات بسبب المي بسبب المطر سبحان الله، التربه ما تنشف، ما اقدر ادخلها داخل البيت لين اولا حشرات بها تصير صايره بها نمل، ونمل عادي لين هو طبيعي احنا عندنا بكل الاشجار
كل الحديقة أكو نمل موجود طبيعي، وأيضا ما أقدر أدخله داخل البيت لأن مرور الوقت راح تضعف، فمخليها وإن شاء الله نرجع نسوي لها إدامة طبيعية. أنا بدي أقول لكم، بس أريدت أقول لكم شنو رأيكم أنتم بالغابة الاستوائية مالتي. خلوا آخر هذا الكرسي، طبعا هذا الكرسي العرش، هذا الكرسي مالتي من الذي أسوي شغلات ويا نباتاتي أرتبهم، وهذا أتعب أقعد على كرسي العرش هذا. خليني هذه الدراسينا، أنواع الدراسينا للأخوة اللي يقولون دراسينا ما تعيش خارج البيت، هذه خارج البيت درجات الحرارة دا توصل عندنا حاليا إلى 34، ما عدت 34 بصراحة، 35-34 مو أكثر، بس شوفوا الرطوبة والمطر ما شاء الله شلون جمال الدراسينا، وأنا سبق وكاثرتها تذكروها وحولتهم هناك بالسنادين، هذه هي الشريطية وأيضا هذه هي اللي الذرة. شنو بعد الاستبلة سبحان الله، صار مرتين ألقاها مزهرة، الزهرة مالتها مارون، هي الظهر أنا ما اشتريتها، ما كنت منتبه، كانت صغيرة جدا، طلعت بيها الزهرة اللي تكون بيج ومنقط شلون جوزي ومنقط بيج، وهاي الثانية اللي طلعت عندنا إن شاء الله راح أحط لكم الصورة مالتها، هي الزهرة المارون، تختلف عن الزهرة القديمة. خليني أشوف مجال هناك، إذا تشوفون القفص الصدري هذيك بالزاوية، أكثر نباتاتي هاي النباتات مالتي مالت القفص الصدري من هذه هناك بالزاوية، وبالإضافة لكف الوزة ما شاء الله، شوفوا أكثر من نوع من كف الوزة. أنا اللي شفت هنا، أنا شوفوا هاي ورقة اللبلاب سبحان الله تختلف عن باقي الأوراق، هاي مجموعة هنا كلها خلف البيت. شو رأيكم بالغابة الاستوائية؟ هنا عندي جلد النمر ما شاء الله، حتى السنادين قامت ما تستوعب، المفروض تنعزل، يراد لها تراب ورتبها إن شاء الله، بس خلي تغير الجو حيل الله، كلنا نسويهن، ادعوا لي إن شاء الله يتعدل الجو وتتوفر كل الظروف المناسبة اللي أقدر أسوي بها نباتاتي. هذه عندي الجلانيوم، الجلانيوم هاي وحدة، وعندي وحدة لونها مارون، ما أعرف وين صايرة يعني ضمن النباتات، يصارين هوسة، عندي هذا النوع، وعندي النوع الأبيض يصير الورقة بيضة وبها أخضر، هذه عندي ثلاثة أنواع، بس صايرة هوسة وأخاف بصراحة أحركها، أخاف بصراحة أحركها، أخاف حشرة ضفدعة أو الحية. هنا أنا عندي الجهنمية، طلع عندي ثلاثة أغصان من عندها من اللي زرعتهم بالشتاء، وكلهم جمعتهم سندانة واحدة، فما أعرف الألوان، اللون الوردي بأبيض ولا اللون الأزبري، فما أعرف. هاي المجموعة هنا المكحلة، وعندي سبحان الله السجاد مو حاطة أنا الخشب والأكو بلاستيك، حاطة طالعة سبحان الله من المسافات طالعة على البادية من ذيك الجهة. وهنا شنو عندنا؟ ها هنا أنا عندي الكرتون ما شاء الله، شوفوا الكرتون الأخضر والكرتون اللي هو اللي يصير به لون، طبعا هاي البارحة لقيناها واقعة موقعها الهواء والمطر، طبعا شوف حتى ما أقدر يعني ما حاولنا نغير السندانة مالتها يعني من وراء الجو، وأيضا لازم تتوفر سندانة كبيرة بحيث حطينا لها الكرك، حتى مكرم الشالف هيك حتى يعني شلون دعامة إلها حتى ما لحد ما نغير السندانة. هاي طبعا النباتات وحبيت أشوف لكم إياها، الجو والرطوبة فول، بس حبيت أشوف لكم هذه العصاريات كلها، عندي كم واحدة تأثرت بس ما يخالف الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، ترجع من أول جديد كل سنة تتأثر وترجع، تتأثر شنو؟ بسبب المطر، بسبب الماء الزائد، يعني هي العصاريات ما تحب الماء الزائد، فلهذا تتأثر لأن عندنا الرطوبة عالية والمطر قوي خلال فترة الصيف. لأن وصلنا على نهاية الفيديو، بس لا تنسوني بالإعجاب والتعليق، قولوا لي شنو رأيكم بالغابة الاستوائية مالتي، صدق الغابة استوائية، جو حار رطوبة عالية وما شاء الله ومطر، غابة استوائية،
قولوا لي والله شو رايكم بها، اكتبوا لي بالتعليقات، لا تنسوني بالاعجاب والتعليق، وان شاء الله اشوفكم فيديو قادم. شاركوا اذا عجبكم الفيديو، شاركوا الفيديو مع اصدقائكم وانطوني رايكم. في امان الله، اشوفكم ان شاء الله فيديو قادم.